مع نمو الاقتصاد الصيني أصبحت شركاته أكثر قوة وثراء، وبدأت في الاستثمار في الخارج عبر شراء العديد من أسهم الشركات الأمريكية، سواء عن طريق صناديق الاستثمار أو بشكل مباشر. صنفت بكين فئات الاستثمار الخارجية كالآتي: مشجعة ومقيدة ومحظورة، لتوجيه المستثمرين نحو قطاعات استراتيجية تدعم الأهداف الوطنية للصين عبر الاستحواذ على أصول التصنيع المتقدمة والتكنولوجيا الفائقة. وغالبا ما تحصل الشركات الصينية العاملة في هذه المجالات على تمويل حكومي تفضيلي وإعانات للاستثمار الخارجي. سواء كان الأمر يتعلق بإنتاج السلاح البحري أو الجوي أو البري، فإن الشركات الصينية المنتجة لهذه المعدات ترتبط ارتباطا وثيقا بالحزب الشيوعي وتخضع لسيطرته، ولا تخفي بكين هذا الأمر، بل يمكن رؤيته بوضوح في الخطط الاقتصادية التي تصدرها الحكومة بانتظام، والتي تعبر بوضوح شديد عن رغبة الصين في أن تصبح قوة عالمية، ليس فقط صناعيا بل عسكريا أيضا. الحاجة لدعم بكين الحكومي تشكل حافزا قويا للشركات الصينية للتعاون مع حكومتها عن طريق نقل التكنولوجيا من القطاع شبه الخاص إلى القطاع العام والجيش. وبما أن الحكومة الصينية ليست شفافة بشأن نواياها، فهناك قلق من وجود جانب مظلم لهذه الاستثمارات المدعومة والممولة، والتي يمكن أن تؤدي إلى تقويض المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة.